يوم حزين على منطقة بجاية يا جماعة، يوم أسود، سقوط الموب وشبيبة بجاية يا جماعة. مرحبا بكم ناس الكرة، السؤال يبقى مطروح، من المسؤول على سقوط هذا الناديين؟ إلى القسم الثالث، لايك على الفيديو، اتركوا لنا تعليق، بارتاجي الماكسيموم وابوني في القناة. والله يوم حزين على منطقة القبائل كلها، يعني بالمعنى نحن أنصار شبيبة قبائل نتعاطف على جيراننا شبيبة قبائل ومبولية ومولودية بجاية يا جماعة، تعاطف كبير من أنصار شبيبة قبائل، والله متعاطفين تعاطف كبير، شت لي كومنتير والكل متعاطف على هذه يعني سقوط الحر هذا، سقوط يعني صدقني باللي منطقة بجاية منطقة جميلة، منطقة سياحية، فيها نورمالمون رجال، فيها رجال أعمال، فيها سوارد يعني اللي يقدروا يخليو من هذا الناديين يكونوا من الأوائل في الشامبيون تاعنا، ولكن دوماج ربما الرجال الحقيقيين اللي يحبوا كرة القدم ويحبوا هذا الناديين يعني ما كانش خلاو يعني سقوط في منطقة واحدة، يعني عيب شوية على هذيك. من المسؤول يا جماعة؟ يعني في رأيكم شكون المسؤول؟ هل السلطات تاع بجاية؟ يعني والله تبهديلة، يعني من يعني تبهديلة كبيرة على منطقة مثل منطقة بجاية، هذه المنطقة الرائعة، منطقة سياحية جميلة جدا جدا جدا. والسؤال هذا يبقى محير للجميع يا جماعة، من المسؤول؟ والله تعاطف كبير من أنصار شبيبة قبائل، لي كومونتير كلها تعاطفت مع هذا الناديين يا جماعة، نحن غير مسرورين بهذا السقوط يعني الحر والأسود، يعني صدقوني باللي على بالي باللي لازم يجيبوا الرجال باه يزربوا يطلعوا هذا الناديين، ربما كاين أمور حدثت في الشامبيون ما كنتش متبع، يعني صدقوني ما كنتش متبع الدوزيام ديفيزيون، ولكن خلات الناديين هذو يسقطوا، ربما كان هذاك ذاك نهار رضوان بوهنيكا دار شوية على باللي محبين يلعبوا على الموب وكذا، ولكن اليوم راهي سقطت النتيجة أنها سقطت الكولسة أو ليس الكولسة، احنا المهم رانا حابين نفهموا لماذا سقط هذا الناديين من منطقة واحدة. لايك الفيديو، ابوني في القناة، جاوبونا السؤال يا جماعة، توجور في الجي اس كا ومع فيديو جديد، سلام خوتي.